احنا هنا في فاكسيرا او المصل واللقاح، واللي بيتم عمل التجارب السريريه لتطعيم فيروس كورونا المستجد. نزلنا في الحياه اليوم عشان نشوف ايه اللي بيحصل وازاي بتتم التجارب دي. داخل المكان هنا بيتم استقبال اعداد من المشاركين الموجودين داخل المركز لعمل التجارب السريريه بهدف استكمال خطوات الوصول لسلاح يمكن العالم من صد هذا الهجوم الفيروسي الذي تفشى في العالم كله تحت مسمى كوفيد-19. المرحلة اللي احنا بنشتغل فيها او المشاركين فيها هي المرحلة السريرية الثالثة، اللي بتعني بالتأكيد على امان وفاعلية هذا اللقاح على مستوى واسع من البشر. طبعا التجارب دي مستهدف منها 45 ألف مشارك على مستوى العالم. حصة مصر الحمد لله تمكنت من انها يبقى مخصص ليها 6000 مشارك. التطعيم امن، تعالوا شاركوا معنا، عايزين نرفع الثقافة دي عندنا لأنها مش موجودة، لأنها ما تعملتش قبل كده. كل الناس اللي دخلوا في هذه أو شاركوا في هذه التجربة ما حصلش عندهم أي مشاكل صحية الحمد لله. كورونا فيروس كورونا اللي جوه التطعيم ده inactivated، غير ناشط، فمش هيسبب كورونا زي ما برضو بعض الناس متخيلين وبيجوا يسألونا ممكن يجيلي دور كورونا ولا لا. لا، مش هيجيلك لأنه غير ناشط. المشاركة بحد ذاتها إجراء إيجابي ومحمود للمشارك نفسه وللتجارب، بالأخص أن التعامل مع لقاح ميت هو أمر يحمل الكثير للأمان، شأنه شأن كتير من اللقاحات اللي بنحرص عليها سواء لأطفالنا أو لنا ككبار بحسب تصريحات الدكاترة المتخصصين. الكورونا مش هيقضى عليها إلا بوجود تطعيمات، لأن ده مرض معدي وبننتقل بسرعة وانتشاره سريع جداً. فالتطعيم من الحاجات اللي هي إن شاء الله تأتي نتائج كويسة جداً وتكون نتيجة مبشرة ونقدر نقضي بيها على الفيروس في الوقت القريب ان شاء الله. انا بشجع الناس كلها انها تشارك، مفيش اي خطوره، مفيش اي خوف على حياتهم، مفيش اعراض جانبيه خالص فيها خطوره موجوده او تذكر. والناس حتى اللي جربت اللي دخلت في التطوع الفتره اللي فاتت الكام يوم اللي فاتوا ما حصلش اي حاجه مسجله. لقاح كورونا المستقبلي واللي بيتم الان اجراء التجارب السريريه من خلاله هو لقاح صيني في الاساس، واجريت عليه التجارب المعمليه في جامعه ووهان في الصين، ثم انتقلت التجارب السريرية وبعد التأكد من أمانها وفعاليتها تم الانتقال للمرحلة السريرية الثالثة، واللي بتتطلب اشتراك مجموعة كبيرة من دول مختلفة. علشان كده مصر كانت إحدى المشتركين لوضع بصمتها في هذا المسار وحجز مقعد ليها على طاولة مستقبلي اللقاح في المقدمة. عمرو عبد الحميد، الحاليوم. والأهمية الموضوع ده الحقيقة إحنا عملنا فقرة مخصوصة علشان نتكلم في طبيعة التجارب اللي بتتم التجارب السرية للوصول للقاح ضد الفيروس كورونا. عارفين الشغل اللي بيحصل في الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا والتجارب اللي بتتم، والحقيقة فاكسيرا دايما اللي بقول عليها كده حائط الصد ما بين الأمراض والفيروسات وما بين صحة المواطن المصري. إيه بقى التطعيمات بتحصل فيها إيه، أو التجارب والمتطوعين، وكمان فاهمين إحنا داخلين على موسم برضو الانفلونزا الموسمية، فكان في كلام خرج من فاكسيرا انه ناخد برضو التطعيم، هيبقى مهم قوي وهيبقى يعني مساند وداعم لينا كمان في مواجهتنا لفيروس كورونا. التفاصيل هنعرفها من دكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا. برحب بحضرتك معنا دكتورة هبة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذة لبنى، وبشكركم على الاستضافة في برنامجكم الجميل الحياة اليوم. ده بيتيح فرصة وتواصل بيننا وبين السادة المشاهدين عشان نشرح اكتر ونتواصل معاهم باللي بيحصل حاليا دلوقتي على ارض الواقع في فاكسيرا. والله يا دكتوره هبه احنا اللي بنشكرك على تلبيه الدعوه، عشان احنا كنا عايزين فعلا نفهم انتوا بتعملوا ايه دلوقتي وهنوصل امتى النتيجه وطبيعه التجارب. الاول ادينا بس كده فكره عامه، اللقاحات او عندنا 2 لقاح صيني. تمام. ادينا تفاصيلهم، بيحصل ايه، مصر بتشارك مع مين من الدول في اجراء التجارب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده خلينا نبتدي ونقول احنا بنجرب دلوقتي اللقاح اللي عندنا ده تجارب سريرية المرحلة الثالثة. يعني بنقرب للمواطن او المشاهد يعني ايه تجارب سريرية، فهي اللي احنا بنجري تجربة اللقاح على متطوعين او مشاركين في التجربة. ودي المرحلة الثالثة، قبلها بيحدث مراحل اخرى عشان نتأكد. احنا الهدف كله من التجارب السريرية او الكلينيكال ترايل اللي احنا بنتأكد من مأمونية وفعالية التطعيم عشان نقدر ناخده بطريقة نبقى عندنا امان، وان هو اللقاح ان شاء الله ما ناخده يكون فعال ان شاء الله. فبنعمل التجارب ما قبل السريرية، أول ما بنبتدي يحصل أي اختراع على أي لقاح بيتجرب أول حاجة على الحيوانات المعملية،
وإذا أثبتت نتيجة التجارب المعملية على الحيوان مأمونية بنبتدي نروح للمرحلة الأولى من التجارب السريرية، والمرحلة الثانية ثم الثالثة، ودي بيكون ما قبل استخدام المنتج للعامة. المرحلة الأولى والثانية على اللقاحين الصيني اللي هم محل كلامنا النهاردة تمت في الصين وأظهرت نتائج مبشرة جدا، وده اللي شجع طبعا اللي احنا نبتدي المرحلة الثالثة. سيادتك قلتي احنا عندنا لقاحين، هو فعلا احنا عندنا لقاحين متصنعين بنفس تكنولوجيا التصنيع بس متصنعين في مصنعين مختلفين، فاحنا خاضعينهم للدراسة بنتشيك بينهم وبنشوف مدى فعالية كل واحد. لما بيخش المتطوع عندنا في إجراء التجارب السريرية هو مش عارف هو خد أنهي لقاح ألف أور بي، يعني احنا عاملين لقاح ألف ولقاح بي، هو مبقاش عارف لأن احنا مكودين النظام بتاع التجارب السريرية، بيتم تكويد المستحضر برقم كودي سري محدش بيقدر يتعرف عليه إلا في نهاية الدراسة، بنفك الأكواد وبنعرف كل متطوع خد أي نوع من التطعيم. ليه الهدف؟ الهدف طبعا عشان ما يحصلش اللي احنا يبقى ده عارف هو خد لقاح ايه وده عارف خد لقاح ايه، لا هي احنا بنسميها ديت اللي احنا في مرحلة ان الاثنين متساويين وبنتشيك على الآثار الجانبية اللي ظهرت من ده أو من ده فنقدر تو ايدنتيفاي، ما بظهرش ده خلال التجارب الإكلينيكية عشان ما يحصلش نوع من الكونفيوجن أو اللبسة عند المتطوع، فبنقول إن ده بنديله أرقام كودية وبعد كده في الآخر بنفك الأكواد بتاعتنا ونشوف بقى أي آثار جانبية ظهرت فبنقدر نحددها لأي نوع من اللقاح. ده بالنسبة كمقدمة كده للقاحات المستخدمة ويعني إيه تجارب سريرية. مدة التجربة بتبقى قد إيه الوصول للنتيجة ونقدر نقول والله يعني في نتائج مبشرة. طيب خلينا بقى نتكلم كده عن العملية بقى ماشية إزاي. أولا من هي الفئة المستهدفة للتجربة؟ من سن 18 سنة لحد 60 سنة، فهي دي الفئة المستهدفة. من هو الجندر أو النوع ذكر أو أنثى؟ الاثنين ممكن يشاركوا معانا في التجربة، فهي الذكر والأنثى. هل هي للمصريين فقط أو الأجانب؟ هي التجربة بتشترط أن لازم اللي يخوضها يقعد مدة سنة في مصر، فأنا عندي المقيم المصري الموجود ده مواطن مصري أو أي حد موجود أجنبي داخل مصر يحمل الباسبور ومعاه إقامة سارية لمدة سنة. فهذه الشروط عامة بقول ما هو اللي هو يقدر يخش معانا التجربة السريرية أو الاختبارات تتم على المتطوعين لاستخدام اللقاح. فالتجربة كلها على مستوى العالم أو على مستوى الأربع دول إحنا مستهدفين 45 ألف متطوع أو مشارك في الدراسات، مقسمة بين أربع دول عربية، الإمارات لها النصيب الأكبر واخدين 31 ألف متطوع، البحرين والأردن 8000 ومصر 6000 مشارك في التجربة. بالنسبة هبتدي بالإمارات، الإمارات ابتدت بدري عننا شوية، الإمارات ابتدت في تقريبا في بداية شهر يوليو، وإحنا التطعيم بتاعنا دوت بنديه على جرعتين، جرعة صفرية وبعدها ب 21 يوم بناخد الجرعة الثانية. يعني ايه جرعة صفرية؟ مفيش يعني حاجة؟ لا الصفرية يعني ناخدها النهاردة وبعدها ب 21 يوم يعني ده الانترفال تايم او المخطط الزمني يعني. تمام. الامارات ابتدت وخلصوا الجرعة الاولى وهم دلوقتي بصدد البداية في الجرعة الثانية على 31 ألف متطوع. طب انا هقطعك في حاجة يا دكتورة، لان برضو بنبص على المواقع التواصل الاجتماعي والناس بتتكلم ازاي في موضوع التجارب، البعض يقول لك ايه طب هو احنا ليه بنعمل تجارب عندنا؟ الامصال او اللقاحات دي يا صيني، ما هم يعملوا تجاربهم ونتائجهم ويخلصوا ويصنعوا بالظبط كده وما يتجربش في دول. ايه الفكره من التجريب في اكتر من دوله؟ بصي حضرتك طبعا احنا بنجرب في اكتر من دوله عشان نتشيك فعاليه المنتج، هل فعلا في كل دوله الفعاليه بتاعته موجوده ولا لا، يعني الجين مثلا بتاع المنطقه دي او الشعب ده ممكن قبل. بصي حضرتك واحنا بنجرب في الدول في البلدان المختلفه عشان برضو بنشوف الفاعلية واختلاف الشعوب واختلاف الجينات، فاحنا بنجربه في اكتر من دولة وده بس مش قائم على اللقاح الصيني، انت حضرتك لو بصيتي على اللقاح الروسي يعني 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 طبعا السعودية ان شاء الله هتشارك بالروسي، شاركوا في اكتر من دولة. اللقاح بتاعنا اللي هو اللي بنتكلم فيه اتجرب في الاربع دول وفي دول تانية بيبتدوا يتكلموا عليها عشان نبتدي الاستخدام بتاعه. الامارات اعلنت الاسبوع اللي فات او من 10 ايام ان هو خلاص هيبتدوا مع انهم في اجراء التجارب السريريه يبداوا يصنعوا، لا ابتدوا ان هم يستخدموه للي هم بنسميهم الهاي ريسك جروب او المجموعه الاكثر خطوره فالاطقم الطبيه، ابتدوا خلاص ان هم يعلنوا وخدوا موافقه وزاره الصحه اللي هو كده مطمنين يعني بس كده هم ابتدوا عندهم يعني هنقول مرحله اطمئنان بنسبه عاليه فابتدوا يستخدموه للاطقم الطبيه، وطبعا دوت بيكون قرار على مستوى البلد، هي اللي بتقرر كل بلد بقى اللي بتقرر، او في بلدان بتقرر لا لما تنتهي التجارب السريريه المرحله الثالثه بنبتدي اللي احنا نستخدمه.
طيب كان في سؤال انا كنت بساله الاسبوع اللي فات، كنا بنناقش برضو الملف ده بس من زاويه تانية. الخبره المصريه في التجارب السريريه، احنا تاريخنا ايه في الموضوع ده؟ ثقافه التطوع عندنا، امان التجارب بشكل عام، برضو احنا فين في المنطقه دي يا دكتور هاني؟ هنتكلم بقى على التجارب السريريه، واحنا طبعا يعني سعدنا بالخبر اللي هو عندنا قانون التجارب السريريه لسه واخد التصديق، فابتدى عندنا بقى في قانون لاجراء التجارب السريريه. بالنسبة للقاحات فدي أول مرة نعمل تجارب سريرية في مصر، فدي أول مرة نشتغل عليها. وإحنا طبعا عملنا مركز عندنا في فاكسيرا، وده مركز طبقا لأحدث الاشتراطات أو مدونات منظمة الصحة العالمية. المركز ده حصل عليه تفتيش من أكتر من جهة، والحمد لله خد الموافقة. فعملنا مركز، ده هنتكلم على مركز لإجراء التجارب الإكلينيكية على اللقاحات، فده أول مركز في جمهورية مصر العربية هيتم فيه إجراء التجارب. بالنسبة للأدوية لا، هنلاقي عندنا في خبرة، لكن بالنسبة للفاكسين فهي أول مرة. طب هنا بقى بنستعين أو في إشراف أو متابعة من الجانب الصيني معانا في الشغل؟ إحنا عندنا مقيمين معانا الجانب الصيني اللي هم بيشرفوا معانا على التجارب الإكلينيكية، وفي برضو شركة متخصصة في التجارب الإكلينيكية موجودة معانا، بجانب بنتابع يعني معالي الوزيرة كونت لجنة فور البدء في التجارب الإكلينيكية، كونت لجنة على أعلى مستوى من الجهات المختلفة، من الجيش، من وزارة التعليم العالي، من الصحة، من أكتر من جهة، إن هي اللجنة دي هتشرف على أو متابعة التجارب الإكلينيكية اللي بيتم إقامتها في مصر، عشان يبقى كل الأطراف مشاركين ونقدر اللي احنا نعمل فعلا تقييم فعلي للتجارب الإكلينيكية اللي بتتم عندنا. طيب أمان التجربة ولسه كل بقى على قصة التطوع، احنا المفروض بنجرب على 6000 متطوع صح؟ بالظبط. كان هنحط بعد كده برضو عندنا موقع وزارة الصحة، وزارة الصحة لتسجيل طبعا الرغبة في التطوع. وصلنا لكام يعني العدد اللي تقدمه؟ بصي حضرتك طبعا احنا الأرقام دي ما نقدرش نعلن عنها على الترفل، بس ان شاء الله أول ما هنوصل للستة آلاف خدوا الجرعة الأولى فهنعلن عنها، نقول فعلا أتمت جمهورية مصر العربية التجارب الجرعة يعني الأولى. احنا ما نقدرش نعلن حاجة أو نتيجة غير لما نوصل للرقم اللي احنا الستة آلاف ان هم على الأقل خدوا الجرعة الأولى من التطعيم. طيب. ان شاء الله يبقى قريبا نعلن. ما احنا بقى نتكلم في ايه؟ انه الثقافه دي نفسها، او هل في خطوره؟ بتحقن بايه؟ طيب في اعراض؟ طب لو ظهر حاجه يعني كلمينا برضو عن ايه اللي بتحقن. تمام. وهل في اي مشاكل او حاجه صحيه ممكن تبقى؟ طيب خلينا الاول احنا اتكلمنا، طيب من هي الفئه العمريه المستهدفه؟ من 18 ل 60. برافو. ومن هي الجندر؟ راجل او ست؟ الاثنين افيلبل. طيب بعد كده هل في موانع ان انا اخش في التجارب السريريه ديت؟ حطينا هنا بقى موانع، اي حد هتظهر عليه الحاجات اللي هقولها لا هو دوت ما يشاركش في التجارب. فهنقول لو حد ظهرت عليه اعراض زي السعال الجاف، زي الحمى، زي سيلان الانف او الاحتقان في الانف كمان، في خلال 14 يوم قبل التطعيم ده ما يخضعش للتجربه. يعني كده لو دور برد حتى عادي ما يخضعش دور برد للتجربه، علشان ما يحصلش عندنا الكونفيوجن يعني. اما يكون عنده كون ما تبقيش عارفه ده نتيجه لايه. الحاجه الثانيه بنقول لو عنده حساسيه تجاه بعض الادويه فلازم هو بيعلن عنها، وفي حاجات ما بنقدرش اللي احنا نطبق عليه التجربه. لو حد عنده اصابه مسبقه بالتشنج او الصرع ما يقدرش يخش معايا في التجربه، او حد عنده اصابه بقى باي امراض حاده او مزمنه، فانا هتكلم هنا هوت على امراض القلب والاوعيه الدمويه، الربو، الكبد، الكلى، والاورام الخبيثه، برضو دول ما نقدرش ان احنا نخضعهم. طيب او اي حد بياخد حاجات مثبطه للمناعه زي اللي بياخده الكيماوي، او التعرض لنقل دم قبل خلال 3 شهور قبل البدء في التجربه، دوت برضو ما نقدرش ندخله. وبنتكلم على السيدات، فأي سيدة حامل ما تقدرش تخضع للتجربة. أكيد. أو عندها خطة أن هي في خلال سنة بتاعت التجربة أن هي تبقى حامل، فبنقول لها لا ما تقدرش تشارك معنا. خدت التطعيم ده أو التجربة اتعملت عليا، هل ممكن يكون في أثار سلبية، حاجة ممكن تبقى يعني؟ هو خلينا نقول أثار محتملة لكل تطعيم. فالآثار المحتملة بتظهر عندنا، بتظهر بعض الحمى الخفيفة، بتظهر عندنا يعني بعض الأعراض بتظهر عندنا، فبيحصل بقى نظام متابعة. الأول خلينا نرجع يا أستاذة لبنى اللي حضرتك قلتي إحنا بنسجل إزاي. طبعا في سايت دلوقتي لوزارة الصحة اللي هو covictrial
دوت احنا حاطينه على الشاشه دلوقتي برده فاتحين الموقع. فهو ده اللي نقدر من عليه بنسجل البيانات وبيعمل سكريننج في البيانات فبيديني ابروفال ان انا اقدر اخش الكلينيكال ترايل. بنيجي عندنا في المركز اللي احنا استعرضناه في الفيديو الصغير اللي ظهر بنعمل ايه مع المتبرع. اول حاجه بيخش المتبرع بيكون سجل بياناته وظهر على الشاشه عندنا، بيخضع بعد كده هوت لبعض الفحوصات الاكلينيكيه اللي بتيجي عندنا، بيتقاس الضغط بتاعه، بتشوف درجه الحراره، كل حاجه اراوند. ولو هو باص الكلام ده او عداه بيروح للمرحله الثانيه اللي بنبتدي نعرفه ايه التطعيم اللي هياخده، لان احنا لازم بنبقى معرفه هو هياخد ايه. فزي ما طبعا اشاروا الزملاء في الفيديو اللي ظهر، ده في كورونا يعني اللي بتقولوني بيه ده كورونا هيجي لي كورونا؟ ده السؤال طبعا البيبولار او الشائع اللي الناس كلها بتتكلم عليه، انا لو خدت التطعيم هيجي لي كورونا؟ لا، التطعيم دوت تطعيم بنسميه تم انتاجه من فيروس ميت. بس يعني هو فيروس كورونا بس غير نشط. غير نشط، هو فيروس ميت. مش ده نفس الفكره بتاع تطعيم الولاد؟ بالظبط كده. هو ذا سيم. احنا اي تطعيم بناخده حضرتك دي عايزه تطعيم الانفلونزا، هو برضه فيروس ميت. كل التطعيمات اللي احنا بناخدها فهي فيروسات معالجة او بكتيريا معالجة بطرق مختلفة. هو ايه التطعيم؟ هو بناخده عشان يحفز الجهاز المناعي ان هو ينتج اجسام مضادة في حالة لا قدر الله لو جالنا الفيروس او البكتيريا نقدر نهاجمه ويقدر يتغلب عليه. اللي هو بالبلدي كده كنا واحنا صغيرين لاولادنا يقول لك ايه يعني ده هيبقى حاجة تجربة، لو الفيروس ده جه انت ازاي الجسم هيقاوم ومناعته تزيد، عشان كده. لو جه بجد وبكامل قوته بيبقى الجسم حاضر يقدر يتغلب عليه ويقدر يتغلب على الفيروس او البكتيريا وان هو يقدر يقاومه. ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الجهاز المناعي في الجسم فهو حائط صد للبكتيريا والفيروسات يقدر ان هو يدافع عنها. انت الهدف انك بتشكلي او بتكوني اجسام مضاده ضد الفيروس. بالظبط كده، بحفز الجسم لانتاجها. احنا بنعمل نوع من التحفيز للجسم الانساني للجهاز المناعي بتاعه. طيب خلينا نرجع لفاصل، بعد الفاصل برضه نكمل كده في الخطوات والعمليه اللي بتتم للتجارب السريريه وبرضه ايه الملاحظات ايه التخوفات بعد الفاصل، ونتكلم كمان على التطعيم بتاع الانفلونزا الموسميه ان شاء الله مع دكتوره هبه والي بعد الفاصل باذن الله. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية وبنكمل نقاشنا مع ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة دكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا. وطبعا الحديث ما زال مستمر بخصوص التجارب السريرية وإيه اللي بيتم للوصول للقاح ضد كورونا آمن وفعال بإذن الله تعالى. دكتورة هبة برحب بحضرتك معانا مرة تانية، شرحت لنا بعض الخطوات لكن كان واقفين بقى عند يعني المرحلة الأولى، نعرف منين مدى الفعالية، نقدر إمتى نقول إنه النتيجة بقت قدامنا واضحة ونبدأ في التصنيع. طيب هنتكلم نكمل بقى رحلة المشارك في التجربة. هو خد الجرعة النهاردة، قبل ما بياخد الجرعة بتاعة الفاكسين بيتم عليه زي ما قلنا بيخش غرفة الفحص، بيتفحص إكلينيكيا وبيقول إن هو فعلا خلاص ريدي يقدر إن هو يخش التجربة السريرية. كويس. بعد كده هو بيخش على مرحلة التطعيم، بياخد التطعيم بتاعه، وقبل ما يخش ياخد التطعيم بنعمل مسحة للكوفيد 19، بناخد له مسحه عشان نعمل له اختبار بي سي ار عشان ناكد ان هو فعلا قبل ما دخل التجربه ما كانش عنده الفيروس بتاع الكورونا. بيخش يتلقى التطعيم، وبنبتدي بعد ما بياخد التطعيم بنقعده عندنا لفتره نص ساعه عشان نلاحظ عليه اي اثار ممكن تظهر عليه، ودي بنسميها مرحله ما بعد التطعيم، وايه هي الاثار الجانبيه اللي ممكن قد تحدث، والحمد لله دي ما بنلاحظش فيها، يعني بتعدي بسلام لكل المتطوعين. في خلال 24 ساعه بعد ما بياخد اول جرعه بيتم متابعته بالتليفون من خلال وزارة الصحة المصرية. بس هو كده مش في مستشفى ولا حاجة؟ لا خالص، هو عايش حياته الطبيعية جداً. شغله وحياته أسرته مفيش أي مشاكل، ما عندوش أي مشاكل. بنتابعه بس من خلال التليفون على مدار أول 24 ساعة بعد التطعيم على رقم التليفون الخط الساخن لوزارة الصحة 1535، بيتصل بيلاقي ناس مختصة بقى بتبتدي هي بيتصلوا بيه في خلال ال 24 ساعة الأولانية بيتابعوا هل في أي أثار جانبية ظهرت عليه، هل في أي تغيرات حدثت، يبتدي يبلغهم لو في أي حاجة ظهرت. بعد كده بنكمل الرحلة بتاعتنا بقى في اليوم الثالث، بيتم برضو الاتصال بيه ويتم متابعته من خلال الهاتف. طب في الفترة ديت لو في أي وقت ظهر له أي أعراض بيتواصل برضو مع الخط الساخن 1535، بيبتدي يقول أي أعراض ظهرت عنده بيبلغ بيها
المختصين اللي يعني بيكون مجموعة مدربة من الشباب موجودين قاعدين من الأطباء. هو احنا كده الإمارات سابقنا بخطوة. تمام. هل في أعراض آثار جانبية قاتلة يعني ما ينفعش تحملها ولا ده ما بنجيب أي دواء ليه في آثار جانبية؟ بالظبط كده. بس أقول فعالية الدواء دي تخليني أغض الطرف شوية، الآثار دي مش هتعمل مشكلة قوي صحية بالنسبة لي. بالظبط كده. لا هو طبعا المرحلة الأولى في الإمارات خدوا زي ما أنا ذكرت في بداية الحديث 31,000 متطوع أو مشارك خدوا الجرعة الأولى والحمد لله ما فيش آثار جانبية. هنقول آثار جانبية محتملة. خلاص. وإحنا طبعا أي دواء أي تطعيم لازم يكون آثار جانبية. بعد كده الرحلة بتاعتنا بنتابع في اليوم الثالث، بيتم مخبطه بالتليفون، بنكلمه بنشوف هل أعراض ظهرت أو زي ما قلنا. في اليوم السابع بنتابعه، في اليوم الـ14 بنتابعه برضو، بنعمل بنشوف هل في أي أثر ظهرت عليه أو لا. يبتدي بقى نروح للمرحلة الثانية اللي هي الجرعة الثانية بعد 21 يوم من الجرعة الأولانية، بيجي لنا بيشرفنا في المركز ونبتدي ان هو بيتلقى الجرعة الثانية من التطعيم. بنبتدي معاه نفس الرحلة تاني، يبقى بحقول بعد كده في اليوم الـ24 بيتم الاتصال بيه هاتفيا وبنسأله هل في ظهرت عليه أعراض أو أي تغيرات ظهرت فسيولوجية عليه، فبيبلغها للأطباء المختصين. في اليوم الـ28 نفس القصة. في الفترة دي بياخد مثلا أي أدوية تانية أو فيتامينات أي حاجة؟ لا خالص، يعني خلص هو بيبقى إنسان عايش طبيعي، اتحقن وعايش طبيعي الحياة الطبيعية بتاعته. ماشي. بعد كده في اليوم الـ35 برضو بيتم مخبطه بالتليفون ونشوف برضو هل حصلت أي أثار ولا لا. في اليوم الـ42 برضو بنتابع معاه. نيجي بقى للمرحلة الأخيرة في اليوم الـ45 بنقول ناخد منه عينة دم ونبتدي نقيس مستوى الأجسام المضادة اللي كونها جسمه. حاجة طبيعية بقى كونها لمكافحة أو مهاجمة الفيروس لا قدر الله لو جاله. في اليوم 49 برضو بنتابع معاه تليفونيا ونشوف هل في أي أعراض ظهرت عليه أو لا. مدة الدراسة زي ما ذكرنا في الأول هي مدة سنة بس كده، ممكن تخلص في 60 يوم. لا هي مش هتغلق هنا احنا يعني يوم 50 أو 49 50 كده يعني. أنا هنا بقول إيه شهري. بصيت على فعالية اللقاح. بس هل بعد ما باخد اللقاح والجسم كون أجسام مناعية هل بعد كده هوت هتحصل له حاجة؟ فنبتدي برضو نتابع معاه، لأن احنا بنقول فترة الدراسة سنة. ليه؟ دي اللي هتدي هنقول فترة ان التطعيم ده بيتاخد لمدة سنة أو سنة، يقعد فاليد سنة أو سنتين أو 3 سنين، فديت اللي بنحدد بيها فترة فعالية اللقاح جوه جسم الإنسان. فعشان نقرب المثال للسادة المشاهدين هنقول مثلا لقاح الأنفلونزا. لقاح الأنفلونزا بناخده كل سنة علشان بيتغير الاسترين بتاعه أو السلالة بتاعته وبتظهر عترات جديدة أو دي هنشرحها ما نيجي ننتقل لموضوع الأنفلونزا. واللي احنا الإجراءات الدراسات اللي تمت عليه فهي ان هو بيفضل صالح لفترة سنة في جسم الإنسان. الدراسات هنا معمولة لمدة سنة ودي دراسات أولية لسه. خلي بال حضرتك احنا جائحة كورونا تعرضها العالم كله في شهر ديسمبر اللي فات. يعني قلمس 10 شهور خبرة مع فيروس شرس. هقول وقف العالم من نواحي كتيرة جدا، أثر على الحياة الاقتصادية في العالم كله. فاحنا قدام فيروس شديد الشراسة، ففترة 10 شهور مش كفاية اللي احنا بنتعرف على خواصه المكتملة. فبالتالي فترة الدراسة احنا بنقولها سنة الدراسة ديت، لان بعد كده هوت هيكون في تواصل بقى مع المتبرع مرة او مرتين شهريا علشان نعمل معاينات صحية من خلال الهاتف. هل الاعراض، هل في حاجة جديدة ظهرت، هل يعني بنتابع معاه. وبعد كده بيخضع لفحوصات، بيجي كل 3 شهور بنعمل عليه فحوصات، بناخد منه عينة دم، بنعمل عليه فحوصات هل هو ستيل فيزيكالي كويس ولا في اي اثار. بس المؤشرات بتقول ايه؟ انه يعني لو ما حققش النتيجه المرجوه مش هيضر المتطوع؟ يعني لا طبعا. يعني لو ما فادكش مش هيضرك. بالظبط كده. هو مش هيضر لان احنا قلنا ده نوع من الفيروس الميت. يعني احنا عملنا عمليه اماته او اخماد للفيروس. فهو مش هيضر، لكن نسبه الفايده والفعاليه هي اللي بتحددها الدراسه. طيب. بتاعتي هنا يا دكتوره هبه، البعض بقى يعني بدا يشكك او يقلل من اهميه اللقاحات اللي بنعمل عليها تجارب دلوقتي بدعوى انه والله الفيروس بيتحور. تمام. وممكن يكون الموجه القويه او الموجه الثانيه اللي جايه يكون التركيب الجيني للفيروس اللي اشتغلنا عليه وصولا للقاح اتغير، فبالتالي تبعيه ان احنا نغير كمان تركيبه اللقاح. لاي مدى الكلام ده برضو دقيق او محل دراسه؟ هقول لسيادتك طبعا احنا لسه لحد النهارده زي ما يعني قلت ان احنا بقى لنا لسه الخبره بتاعتنا مع الفيروس هي 10 شهور من مرحله تفشي لمرحله بدء عمل علاجات، ثم اللي احنا طورنا لقاحات
محدش عارف لسه طبيعة الفيروس، هل هيتحور، هل الفترة الجاية ايه اللي هيتم، لكن احنا نشتغل على الموجود، نشتغل على الموجود صحيح. دلوقتي فور يعني في الوقت الحاضر ان شاء الله. طيب في الوقت الحاضر بقى انفلونزا الموسمية وداخلين على الشتاء ومدارس والكلام ده، وعشان برضو قصة الخلط ما بين الاعراض مش عارفين انفلونزا عادية ولا كورونا لا قدر الله، قصة اللقاحات اللي تم الاعلان عنها من فاكسير اهميتها وضرورتها في الوقت الحالي يا دكتورة هبة؟ طبعا احنا زي ما احنا عارفين مع مدخل كل شتاء بتزيد حالات الانفلونزا اللي بتيجي للناس، فبالتالي احنا بنريكومند او بنفضل ان الناس تاخد تطعيم الانفلونزا علشان يخف من حدة الاعراض اللي بتظهر. عندنا فئات انا هقول ان هي دي الاكثر اولوية ان هي تاخد اللقاح، فهتكلم على كبار السن، هتكلم على الأطفال، هتكلم ذوي الأمراض المزمنة، وحاليا كمان الأطقم الطبية واللي شغالين في مستشفيات الصدر والحميات، فهي دي أكثر الفئات اللي هي بتاخد التطعيم علشان هم دول الأكثر عرضة. ولو في موانع، في حد ممكن ما يقدرش ياخد التطعيم؟ عندنا موانع بقى للتطعيم، الطفل أقل من 6 شهور ما بنقدرش نديله التطعيم. طيب هتكلم على الناس اللي عندهم حساسية من البيض ما يقدروش ياخدوا، حساسية شديدة من البيض ما يقدرش ياخدوا التطعيم. وفي عندنا يعني مرض متلازمة الشلل الرباعي ده برضو ما بيقدرش ياخد التطعيم. لكن فيما عدا ذلك احنا بننصح، وسيادات الحوامل ليه بتنصحوا بقى أهمية ده ايه بقى؟ أهمية طبعا دوت ان هو بيساعد الجهاز المناعي للإنسان ان لو جاله فيروس الانفلونزا يقدر يقاومه فيخف من حدة الأعراض اللي بتظهر. طب بالتزامن مع كورونا هنا الأهمية تبقى متضاعفة؟ هو بصي حضرتك احنا يعني عشان عندنا جائحة كورونا بنفس الأعراض تقريبا فاحنا بنعملها عشان نعمل بس اللي احنا نفرز نبقى عارفين ايه يعني. وهنقول كمان عندنا في لقاح مهم قوي برضو اللي احنا بننصح بيه الناس اللي هي تاخده اللي هو لقاح المكورات الرئوية، فهي دي عدوى بكتيرية بتيجي لا للجسم. لا تاني كده في لقاح او هنقول المكور لقاح المكورات الرئويه ده بتاع الانفلونزا الموسميه. لا لا مش الانفلونزا، لكن ده خاص بالالتهاب البكتيري اللي بيجي للجهاز التنفسي وده اللي بيؤدي في الاخر الانسان بيجي له نمونيا او بيجي له يعني التهاب شديد في الجهاز التنفسي، فبننصح برضو ياخد اللقاحين. ياخد اللقاحين يعني بتكلم على كبار السن برضو والحوامل والاطفال، فده متوفر بقى موجود عندنا. هنقول بقى طب اللقاح متوفر فين؟ هتكلم على الانفلونزا، هتكلم على المكورات الرئويه واللقاحات الاخرى. احنا طبعا كفاكسيرا كشركه حكوميه فاحنا بنوفر الخدمه ديت للناس، بتكلم بطريقه امنه لان احنا طبعا عندنا نظام سلسله تبريد قوي جدا، عندنا نظام سلسله التبريد يعني الفاكسين او اللقاح محطوط في ثلاجات محفوظ في درجه الحراره من 2 ل 8 طول السنه، بتكلم اللي هو نظام المراقبه اللي احنا حاطينه، حاطين نظام مراقبه الكتروني 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، فده بيضمن ان يعني الافضل اخده راسا كده من فاكسيرا، بلاش الوسطاء يمتنعون يعني لو دكاتره او عيادات بيروح يجيبوها من فاكسيرا بيبقى يعني مكامل الاحترام، بس الافضل والامن يعني احنا عندنا بنقدمه بطريقه امنه. خلينا نتكلم على فاكسيرا، فاحنا بنقدمه بطريقه امنه. نظام المراقبه الالكتروني احنا عندنا مفيش تدخل بقى البشري عندنا، هو اللي احنا عارضينه عشان دي المراكز او الفروع الفاكسيرا في المحافظات. فحضرتك هتلاقي بقى فاكسيرا احنا متواجدين في القاهره طبعا، في متواجدين في الرحاب، متواجدين في 6 اكتوبر، متواجدين في اسكندريه، متواجدين في كفر الشيخ، وان شاء الله الفتره الجايه عندنا خطوه توسعيه هنتوسع في اماكن كتير ان شاء الله. تمام، كلمه اخيره من حضرتك يا دكتوره هبه، يعني رساله طمانينه او تفاؤل او تحبي تقولي ايه في اللحظه دي وانتم شغالين في ملف من اهم الملفات والعالم كله طبعا شغال فيها، واحنا كمصريين عينينا طبعا وقلوبنا معاكم مستنيين نتيجه كويسه ان شاء الله. طبعا بوجه رساله للمصريين، احنا مصر القيادة السياسية كمسؤولين كمعالي وزيرة الصحة كل الناس ديت ما خطوناش او ما مشيناش للخطوة اللي احنا نعمل التجارب السريرية في مصر الا فعلا لما اتاكدنا من نتائج المراحل اللي قبل كده، هوت اتاكدنا ان يعني تجربة اللقاح في الامارات والنتائج بتاعته المبشرة ان اللقاح اصلا من نوع اللي هو الفيروس اللي عملية اخماد كامل ليه، فده بيدينا مؤشرات، وان الملف كمان اتدرس من الجهات الرقابية في البلد يعني هتكلم على هيئة الدواء فالملف عندها ودرسوه، وكل الناس ديت ادت الاشارة الخضراء في البدء في التجارب الاكلينيكية. فانا بطمن كل المصريين ان شاء الله تكون النتائج مبشرة وتكون سابقة لمصر اللي احنا اول مرة نجرب التجارب السريرية على اللقاحات.
فان شاء الله يكون حاجه مبشره باذن الله. نسمع اخبار حلوه قريب ان شاء الله يا رب باذن الله. بنشكر حضرتك وكل طبعا الساده الاطباء والفرق طبعا الفنيه والفرق المعالجه في فاكسيره، كل التحيه والتقدير، ربنا يقويكم ويوفقكم يا رب ونتائج تكون ايجابيه ان شاء الله في القريب العاجل. ميرسي، انا بشكر سيادتك وميرسي على الاستضافه الجميله واللي انتم اتحتوا فرصه لنا اللي احنا نقدر نوصل رساله للمشاهدين. شكرا دكتوره هبه. شكرا جزيلا دكتوره هبه والي، رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للمصل واللقاح، شرفتينا ونورتينا. بشكر حضراتكم على المتابعة، وبكرة يوم جديد في الحياة. اليوم شوف حضراتكم على كل خير بإذن الله تعالى.